أهلا بكم. أثارت خطوة استئناف تصوير الأعمال الدرامية في لبنان التي سبق أن توقفت بفعل أزمة كورونا جدلا واسعا في أوساط الرأي العام، وإن كان هناك شروطا للسماح لشركات الإنتاج بمتابعة التصوير. التفاصيل في تقرير الزميل سعد الحريري. تحية لمشاهدي سكاي نيوز عربية. بعد توقف تصوير الأعمال الدرامية المخصصة للعرض في شهر رمضان المبارك، أثارت خطوة استئناف التصوير في لبنان جدلا واسعا في أوساط الرأي العام وبين الفنانين أيضا. ما هي الشروط التي فرضتها الحكومة اللبنانية من أجل متابعة التصوير؟ وما هي الأعمال التي ستعرض وأيها سيتم تأجيله؟ عدد من المنتجين اللبنانيين أجابونا عن كل هذه الأسئلة، نتابع سويا في هذا التقرير المصور. فنانة مجنونة شوي، تعزف أكورديون، عندها أحلام كتير بالحياة. الشروط هي أنه أول شيء يكون عدد مصغر من فريق العمل، يكونوا كلهم تقريبا مقيمين بمكان واحد، يعني بيخلصوا تصوير بيقيموا بمكان واحد، يكونوا كلهم خاضعين لفحوصات الكورونا. رقم 4 فحص الداخلين على اللوكيشن وتعقيم الأماكن كلها اللي نحن عم نشتغل فيها. بحب أشكر الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية اللي أذنتنا نكمل تصويرنا بمعايير دقيقة جداً، من فحص البي سي آر، من التعقيم، من الليمتد كرو وإلى آخره. هاي المشكلة عالمية، ومن وقت ما بلش الوباء والصراع بين الأطباء والسياسيين والاقتصاديين لازم نقعد بالبيت ولا لازم نمشي الأشغال. ونحن بالدراما مثلنا مثل كل الصناعيين بلبنان وبالعالم يلي ما بدهم يوقفوا الشغل، ومن ميلة تاني طبعا بدهم يحافظوا على الوقاية لحتى يحافظوا على عمالهم. ساعة اللي بيكون في تفاهم بين الممثلين وشركات الإنتاج وبيقتنعوا بالوقاية اللي عم بتقوم فيها، بتخيل ساعتها الممثل هو بيقرر. مشان نعم. هيك أنا ضد الجدل اللي قائم اليوم بين نعابات الممثلين والمنجين. في شقف مني جواتها. وعن الأعمال التي تم تصويرها في لبنان وستلقى طريقها للعرض على شاشة رمضان وتلك التي سيتم تأجيلها، قال المنتجون: بلبنان عندنا مسلسل الهيبة في أزمة، فيه إنه بقيت نسبة التصوير فيه حوالي 20% كلهم أو الدور ومجاميع مع رخص سلاح. طلبوا منا نأجل هالبارت هيدا، حنستكمل الشيء الداخلي فيه لهالمسلسل بس مش حيكون برمضان. نفس الشيء ب2020 حيكون مؤجل إلى ما بعد رمضان، لأنه في حارة شعبية فيها عدد كبير من الناس سوف يؤجل. من الآخر كمان نفس الشيء ينطبق عليه نفس الشيء، وتأخرنا بدخوله لأنه كان النجم نجم العمل معتصم النهار كان أوريدي مشغول بمسلسل ما فيه. المسلسل سكر زيادة، هذا مسلسل مكمل أوريدي صورنا الخارجي منه، في طبعا بطولة نبيل عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهلا فاخر ومجموعة، هذا فورمات من ديزني اسمه The Golden Girls، هذا مكمل تصويره بلبنان وإن شاء الله بيخلص بالوقت وبينعرض على عدة محطات عربية. مسلسل أسود فاتح، مع الأسف هذا المسلسل ما أنه أنجزنا عدد كبير من مشاهده، بس لأنه ببعض الممثلين كانوا بمصر كانوا مفروض يجوا يستكملوا معنا، حنأجلوا إنما حسب ما المحطات بتقرب بنقاش بيتم بوقت لاحق لنشوف أمتين من عرضه. بلبنان عم نصور ثلاث أعمال اللي هن دونتيل، أولاد آدم، ودفعة بيروت اللي هالعمل جدا ضخم. اللي مبين بالشهر رمضان هو أولاد آدم لأنه كنا أوريدي متقدمين بتصويره. دفعة بيروت بعد ما اتخذنا قرار، بس لايكلي بعده مش عارفين إذا هيكون رمضان ولا لا. عندي عملين جاهزين للعرض هن لا قبلك ولا بعدك، بطولة جيسي عبدو وأيمن قيسوني، وعندي دورة جون جبال. أنا كنت عم صور عشيق أمي لورد الخال وخالد القايش، ومن بعد ما وقفنا تقريبا الشهر
كنا عم نفكر اذا بنستأنف ونلحق رمضان، لكن تبين لنا انه نحن ما رح نقدر لانه خالد القايش محجوز او محجور بدبي، وبالتالي الطيران واقف وعندي استحاله اني كفي، فاخذت قرار اني اجله لبعد رمضان. أثرت أزمة كورونا بشكل كبير على الأعمال الدرامية الرمضانية لهذا العام وعرضت الكثير منها للتأجيل، فهل ستؤثر هذه الأزمة على مستقبل الصناعة الدرامية في العالم العربي كما أثرت في العالم أجمع؟ سعيد حريري، سكاي نيوز عربية.